يدعوا انهم كيعلموا الغيب بهذه الطريقه هذه. بدل الاخطبوط عمرني توقعت غادي يكون بحال هكا. اوكي قرا على مستقبلك كيقرا لك الفنجان ولا الطالع ولا المهم شنو كيقولوا البراد هنايا طاجين البراد كيسميوه بالطاجين ناقلين ونقلين داكشي معواج هذه معروفه بان واحد الفاكهه اللي غاليه بزاف واخا هي خانزه ولكن خانزه وبنينه اخنز وابنى الفاكهه. اسمحوا لي على هذا المنظر هذا ولكن هنا واحد المنتجات اللي كيبيعوهم هذا الخوت جرانا كما شفتوا معايا جرانا صافي خلص عليك خلص عليك خلص عليك ونعطيها بربر من الفوق هاكل هذه المأكولات العجيبه فاكهه عمرني شفتها في حياتي. مرحبا بكم في فيديو جديد في بانكوك العاصمة ديال تايلاند رابع فيديو في الدولة هذه. الفيديو ديال اليوم غادي نمشيو واحد المنطقة اللي معروفة هنا في بانكوك وواحدة من أكثر المناطق زيارة في هذه المدينة هذه وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا علاش. هذه هي المنطقة اللي راني ساكن فيها دابا صراحة واحد المنطقة اللي زوينة أنك تجلس فيها شي أيامات. كاينين المسلمين بزاف هنا كاين الأكل الحلال وغادي نصور لكم واحد الفيديو خاص على هذه المنطقة هذه نقابلوا المسلمين ديال تايلاند ونشوفوا الأجواء كيفاش دايرة في هذه الأحياء هذو اللي تقريبا هي خليط ما بين الأحياء الشعبية. تشوف معايا هنا الأحياء الشعبية وهنا عاوتاني عمارات وشكل آخر. ولكن قبل ما نبدا وأنا أوريكم ضيف الحلقة المهم هو اللي كيتكلف لينا بوسيلة التنقل لوجيستيك السي اس بو ديال التنقل والمواصلات راه ما تنساش التشالنج ديالك راه وصلتي 10000 لايك ويا صاحبي راه عارفين ولكن كيف دابا انتوما زربتي عليا 10000 لايك كنت كنوصل انا في السيمانه 10000 لايك 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 انت كتبغي في بلاد الخدمه عليك كتبقى تتفاعل ولكن المهم الفيديو راه مازال غادي نديرو غنشر لكم هذا الفيديو هذا وتقريبا شي جوج فيديوهات اخرين وغادي نحط لكم الفيديو اللي قلت لكم تعيشوا فيه عاوتاني واحد اللايف ستايل اخر. عارف انه رقم مختلف ياك سير خير مرحبا بكم في تشاينا تاون ديال بانكوك. واش عرفتي شنو هذا الشيء؟ عندك شي فكره على هذا الشيء؟ ما عرف فاكهه عمرني شفتها في حياتي. ما هي المانجا؟ ما هي بطاطا؟ دابا كتحسها ميكس ما بين المانجو وبطاطا وبنانه غليظه. بنانه واه مشكله صاحبي. الشعر عجبني نمشي لتشاينا تاون حيت كيف ما شفتوا معايا في جاكرتا كاينين شي ديكورات وشي منتوجات بحال هادو ما كتشوفهمش في شي اسواق اخرى الا عند الشينوا الا عند الشينوا السلعة ديال الشينوا هادو واقيلا كيطيبوها مع الحوت بالنسبه ليا كنقين هي الحوت والله حتى في شكل اصاحبي المهم بالنسبه للناس اللي مشاو ديجا تشاينا تاون بلايص اخرين نقدر نقول لكم ان تشاينا تاون هنا في بانكوك احسن تشاينا تاون هنا في اسيا. ديجا كنت في تشاينا تاون في الفلبين في مانيلا في مدن كثيره في اندونيسيا ولكن هذه كتبقى مختلفه كنت اصلا وكنت حتى في تشاينا تاون في ماليزيا في كوالالمبور ولكن هنا مختلفه هنا كاين الحياه كاين واحد الفايب اللي زوين وكتلقى الاكلات البحريه كثيره هنايا شو معايا هذيك المانجو ولا بطاطا ولا هنا عاوتاني واحد العلبة عندهم طويل عنب بحال التمر والله الا هذا اول مرة نشوف شي عنب بحال هكا سبحان الله سبحان الله وصافي وهنايا غتلقى بزاف ديال المحلات كيبيعوا الحشرات هنايا غتلقاهم كياكلوا الحيوانات اللي عندها من جوج رجلين لثمانية رجلين كلها كياكلوها هنايا عندك غا ياكلونا يا خويا هادو راه كياكلوا كل واحد لا جوج راه ياكلونا هما صاحبي كياكلوا كل شيء هنايا اش اش كنبغي نجي لتانا طن كما قلت لكم هاد المنتجات هادو واقيلا عشوب اش كتقولوا حرق سوس بحال هذا هذا عاوتاني واقيلا المشروم الفطره الخوت وهادي ثالث مره كنجي لهاد البلاصه هادي انت واش عمرك ما جيتي لهنايا لا ما عمرك جيتي كنتي في تشاينا تاون في مانيلا اوكي هنايا ولكن حتى نكتشفها واعطيني الراي ديالك فيها تشاينا تاون اصلا ديال ماليزيا ديال كوالالمبور اوكي هنايا زايا ستريت فود كلشي موجود عندهم هذه هي الطريقه باش كيقليو الحوت كتلقى ولكن المشكله فيش هاي نانغو يا تانغ اجرانا صاحبي كوب جا كوب اوكي اجرانا تاكل نخلص عليك
خلص عليك خلص عليك خلص عليك ونعطيها بربر من الفوق غنكون الجرانه نعملك وهاد العجب هذا تاكلو تيجي بحال هادشي ويلي وانا شاج راه اصلا قلت لك داكشي قلت لك واش تاكل جرانه هاد العاقه هذا كلشي كياكل واحد الحاجه تبقى تلقاوها في هاد المنطقه هي هادشي هادشي هاد الماكولات العجيبه كيعطيكم مع الحار والصوص تاكل بالصحه والراحه الى عقلتو معايا في تشاينا تاون في جاكرتا شفنا انهم كيبيعوا الضفادع ولكن ما كياكلوهاش ولكن كتتباع وهي مازال حيه بالكوالا هنايا شويه موجوده كلشي كاين هذا هنايا المهم كاين الحوت وكاين حتى الضفادع المهم والمشكله ان كلشي كيطيب في زيت وحده يعني ديك الصوص ديال الحوت والضفادع وهاد الكائنات هذه العجيبه كلشي كيتدخل في بلاصه وحده وكيقليوه في نفس الزيت اخويا شوف عمرك تخرج انا نشوف واحد النصيحه عمرك تخرج مع فلوغر عمرك تخرج مع شي فلوغر عمرك هنايا عطاها سي فود كما قلت لكم في الفيديو الفايت ديال التشالنج ديال 10 دولار سي فود هنايا في تايلاند ايفريوير او فريش نوريكم غير هنايا وهذاك الشيء مازال حي وكيتباع بزاف د المحلات كيبيعوا هذا الشيء هذا اجي هنايا شاش قلت لكم ان تشيناطون وحده من اكثر البلايص اللي كيجيو ليا السوايع هنايا في بانكوك خصوصا في العشيه الا جيتي لها بالنهار غادي يكون فيها واحد الماركت ولكن ماركت تقليدي قديم غتلقى فيه دوك الاعشاب ودوك المنتوجات الصينيه ولكن في الليل عاد كتعمر القضيه وكتولي بحال هكا وعلى طول هذا الشارع هذا غتلقى فيه الناس وغتلقى بزاف د الحوايج اللي غتشوف وغتجرب وغتكتشف هنا كيبيع واحد العجب عندك شي فكره على هذا شو كيفاش داير السميه ديالو هنايا بلونغلي ولكن والله ما فهمناها بالله هلو از ذيس ميت نو فيجيتيبلز ماشي لحم هذا يا اخي ماشي لحم غير خضار ولكن صراحه من المنظر ديالو ما عاجبنيش ما كيفسح الشاي ياك ماكل الشينوا لا غاف حنا دابا المشكله نتوما كتشوفوا غا المنظر ولكن حتى الريحه حتى الريحه يا اخي ما شو بحال ديك البصله اللي من كراس بحال ديك البصله عرفتي هذيك كيسمعوا اللي من كراس هنا ولا شي حاجه بحال هكا المهم الريحه ديالها صراحه ما عجبتنيش داك الشاش ما نجربوش غنحاولوا نجربوا شي حوايج هنايا باش نعطيكم فكره على المنتجات اللي كيكونوا في هذا تشاينا تاون منطقة الصينيين ديال بانكوك على واحد المحل ديال سكويت اخطبوط كالامار هذا المحل هذا واحد من اكثر المحلات اللي كيكون عليهم الطلب في هذه البلاصه هذه كتلقى الناس دايرين الصف كيتسناو حيت داكشي عندهم فريش وكيطيبوه بهذه الطريقه هذه ولكن اهم حاجه عندهم هنا في تشاينا تاون ولا في اسيا حار واحد القدره ديال الحر قداش لا 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 شو شحال ديال الحار خوات راه ما كيحطوش لي واحد معلقه صغيره ولا جوج معالق ولا ولا نص معلقه مغرف مغرف باش كيخوي ليك الحار تما انا كيستاهل كل خوات الحار بزاف حتى صاحبي هذوك اللي كيخلوك شي ما كتعطيوش معلقه صغيره ديال الحار هاتي مغرف مغرف كتهبطو وكتخوي ليهم عرفتي واش تاكل هذاك الشيء هادشي عارف فيك العافيه واحد الحاجه معروفه بها تشاينا تاون هي الادويه الشعبيه ديالهم غتلقى بزاف ديال المنتجات هنايا المهم انا صراحه كاين كل حاجه وديالاش انا ما عنديش فكره المهم راكم عارفين ولكن حتى هما معروفين بانهم كيتداو بالاعشاب غتلقى بزاف ديال الاعشاب هنايا ولكن المشكلة حطينا الشرح ديالها والتفاصيل ديالها غير بالانجليزي غير باللغة ديال الطاي واللغة الصينية هذا هو المشكل غتلقى المنتجات ديال المساج نسيت لي سميتو لي سوري الو ثانك يو اسمحوا لي على هذا المنظر هذا ولكن هنا واحد المنتجات اللي كيبيعوهم هذا الخوت جرانا كيف ما شفتوا معايا هذا البيض ديال شي حاجه اوكي ثانك يو جود لك عاد جيت انا تاون غتشوف العجيب المتعجب غتلقى انواع الاكلات
وغتلقى حتى المعابد ديالهم. الا بغيتي تجي تصور معاهم ولا المهم على حسب المولد ديالك نتايا. المهم هنا غتحس انك في تشاينا. حنا في تشاينا اخي. داكشي اللي كان فاش كتشوف بريسلي وجاكي تشان داكشي كتشوف دوك اللافتات. هاد اللافتات معروفه بهم هاد تشاينا تاون هادي. ولا الا كتحس براسك في شي فيلم صيني وهنا كتحس بتشاينا اكثر من المناطق الاخرين ديال تشاينا تاون في الدول الاخرين في اسيا. كتحس كاين الفايب اصاحبي كاين الله الا كاين الفايب ديال تشاينا هنايا. كتحس براسك في شي فيلم صيني يا اخي ديال جي تي ولا جاكي شان. واش جاكي شان جابوني ولا تشينوي؟ المهم اصلا في المغرب كلشي تشاينا كلشي شينوا يكونوا كوريين فيتناميين كلشي شينوا كلشي شينوا يا اخي هنايا. كتلقى عينيك صغار صافي كنسميوك شينوا. فاش فكرتيني في واحد جوك كان كيقولها ليا داك صاحبي ديال ماليزي كيقول ليا وات از ذا بيست درينك فور بريسلي واتر داك جاكي شان يو واتر داك الشيء باش فكرتيني باش جينا اثر خوف ليلى غادي نضرب شي حوايج هنايا ولكن البارح وكاين المهم غادي ندير اتونسيون حيت البارح كليت شي حاجه في ديك المنطقه اللي قلت لك مسكنت فيها خربقات لي الكرش ديالي. المهم ما كنحش نورمال ولكن غادي نحاولوا نجربوا شي حوايج اللي باينين وحوايج اللي ماشي ريسك. والمشكله كلينا في نفس المحل هو حتى واحد بشي حاجه ولكن انا اكثر. علاش كاع اللافتات ديال تشاينا كتلقاهم طويله وفوق منها بحال الطي شوفهم كاملين. ما عرفتش انا ما عرفتش حيت بالي نفس الديكور كلهم كيكونوا طالعين بحال هادي كلهم كيكونوا طالعين كتلقى بحال الطي فوق منها بحال الطي بحال الصليب بحال بحال الطي مكتوبه اللي عنده شي فكره هذا الاخ هذا تيلاحظ خصك انت تكون فلوجر فلوجر المهم اللي عارف علاش ولا اللي قارب الشينوا ولا عارف علاش يحطها لنا في الكومنتير يعطينا الاجابه. صراحة واحد الملاحظة اللي ناضية كتلقى لافتة كيحطوا واحد لافتة طويلة وفوق منها لافتة على العرض بحال هكا على شكل حرف ديال تي بزاف ديال المحلات ماشي غير محل ولا فندق ولا هاد الشارع هذا كامل فيه هاد الديكور هذا. المهم اللي معرف الإجابة يحط علينا في التعليقات باش نستافدوا كلنا. هنا حتى الأوطيلات والمطاعم والبقاي كلهم حتى ستيل ديال الديكورات ديالهم ستيل صيني والناس اللي خدامين وسط منه لابسين واحد اللبسه صينيه تقليديه كتلقاها باللون الاحمر كثيره. اش ما تشوفوا معايا هنا هذا المحل هذا ديال الاعشاب ولا ريستورون ولا والله ما عرفت هذا مطعم وعندهم شي حوايج في شكل هذا هو الديكور ديالو كيكون مختلف شويه على الديكورات الاخرين اللي غتشوف في المحلات التايلانديه. هذه هي اخنز فاكهه في العالم دوريان. هذه ممنوع عليك تدخلها للمطارات ممنوع عليك تدخلها للفنادق ولا للطياره ولا في الباص ولا الحافلات ممنوع عليك حيت فيها واحد الريحه اللي خايبه ولكن بزاف الناس كيعجبهم المذاق ديالها. هلو كان وي باي سمول كونتيتي شحال؟ 200 اصغر وحده ب 200 اوكي انا الخوت تقريبا في اسيا اكثر من عام تخيل معك اكثر من عام ومازال ما جربت هاد الدوريان هذا ودابا جاتنا الفرصه. اوكي ثانك يو شتا صافي خلصوه شحال هي 200 ولكن هاد الخوت هادي معروفه بان واحد الفاكهه اللي غاليه بزاف واخا هي خانزه ولكن خانزه وبنينه هذه هي خانزه بنين ديال اسيا هذه هي خانزه بنين ديال اسيا الاغلبيه ديال الناس ما كيقدروش ياكلوا هاد الفاكهه هذه بسبب الريحه ديالها. المهم حنا غادي نشاركوا معكم الريحه ديالها والمذاق ديالها اول حاجه نخلصوا اول ايت هير اوكي غادي لها الانبوكسين غندير لها الانبوكسين اخنز وابنى الفاكهه. انا جربتها في بالي خديتها ككلها حيت فاش كتحل هذه كتلقى فيها بحال بيوت صغار خصك تكتشف كل مره كتحل شي بيت باش تلقى هذا البرودوي هذا وكل وحده كاينه بحال حجره فهمت كتلقى الطبقات
كتحل هذه كتلقاهم لداخل ديال هكا، كل مره كتحل شي بارتي كتلقاها لداخل بحال هذه مثلا كياخذوا منها هذه. اييه ولكن واحد الحاجه لاحظتها هو الثمن، الثمن كيختلف. يا اوكي الثمن كيختلف، علاش الثمن كيختلف؟ هاتوا مثلا هذه ب 680 ولكن الحجم ولكن انت واه كاين كيعبروها واقيلا بحال هذه مثلا ب 250 ولكن ما كتلقاش واحد الفرق كبير بيناتهم. المهم ما عليناش نجربوا شي طاسات هكا، نجربوا اخنز فاكهه في العالم. هذا هو الشكل ديالها، هيدو. لا نشوف دغ الريحه، الريحه ديالها قاسحه ولكن الريحه ديالها اخي بحال بلا ما نقول لك الشكل ديالها لزيج، هي لزيج و طيب نجربو. بسم الله حلوه والله الا ناضي وخازه وبنينه، ولكن انا صعيب هذه ما جاتنيش خنزه بزاف اصاحبي. لا فاش كتاكلها كتولي حلوه اكش نفسها. هذه هي الريحه ديالو، هذه هي الريحه ديال دوريان. انا دابا حتى نسمعهم كيقولوا راه خنزه قلت زعما غادي تكون شي ريحه اللي قاسحه، ولكن مازال مسلكه ولكن زوينه ياك ناضي. المهم بالنسبة للثمن ما عارف شحال الثمن. المهم هذه اللي خدينا حنايا تخيل معايا هذه باش تعرفوها غالية، هذه ب 200 اللي تقريبا هي 50 درهم 5 دولار ياك ولا 6 كاع ماشي 6 دولار تقريبا. لا 6 دولار 5 دولار. لا هاد الحبات هادو حيت واحد الفاكهة اللي غالية بزاف. شنو قلتي لها دابا انت راك ديجا جربتيها؟ هذه ما خانزاتش بزاف ياك؟ قدما كتكون خانزه قدما كتكون بنينه. كتحس بهذيك بحال كتاكلها وكتحس بالحلاوه، ولكن مع هذاك كل ما خنازت كل ما زيانت. وكتلقى الناس كيشريوا هذه، واحد الفاكهه اللي معروفه هنا في اسيا وعليها الضمان بزاف. هو فاش تكون كتاكلها هي شويه ملاعكه وكتعجن. المهم وكتقم، والله الا كتقم الخوت ما عرفتش واش غادي نقدر. المهم خدينا جوج ما قدرناش نكملوهم، كتقام فيها واحد المذاق اللي هي حلوه وزوينه ولكن المذاق ديالها قاسح بحال الريحه ديالها نيت. هذه الطرخه خوت باش كيقطعوها، انتما كتشوفوا هذا لابس الماسك باش يقطعها، كتلقى بحال واحد الجيوبه الداخل ديال الحبه ديال الدوريان، وقعد تيفتحها عاد كيلقى فيها هذا التمره هذه. اوكي كابون كاب ثانكيو. بنت لي واحد الحاجه هنايا بحال التمر. والي زعما التمر ولا غير شي لعيبه مصاوبينها؟ سولا شحال؟ 50. هذا الفول ياك، هذا الفول ديال عاشورة. هذاك براون لوبيا. وايلي لوبيا قهويه. هما هذا ديسير، بلاتي نشوفوا المينيو واش مكتوب فيه. كاين صاحبي المينيو هنا كيكتبوه بالتايلانديه والصينيين، هذا هو المشكل ما تفهم والو شنو كتاكل. شو داير بحال ديك الماركه البرقاق راه هذا هو المشكل اخوت. راه كان عقل في الفيديو الاول جربت ديك الجيلي ديك الحاجه الكحله، بزاف الناس قالوا لي راه كتصاوب من واحد الماده من الخنزير. كتصاوب من الخنزير. انا صاحبي عمرني سمعت بهذيك الماده ولا ما اخر حاجه تتوقع هي تكون مصوبه من شي حاجه من الخنزير. حتى كنلقى الناس في التعليقات كيسبوا لي راك كليتي الخنزير. الشاج دابا هادو ما نقدروش نجربوا شي حاجه عندهم حيت المينيو عندهم بالصينيه والتايلانديه، ما تفهمش شنو كتاكل. ولكن المهم هذه باينه شي حاجه حلوه. واحد الحاجه غتشوفوها في تشاينا دام فيما مشيتي هو الدجاج المخنوق. بحال هاد الدجاج هذا البط عاويه البط اصاحبي. البط الخوج ماشي الدجاج، ولكن شوف راه نفس الديكور. المهم مخنوق
مخنوق معلقين هنايا هادي هي الطريقه تشاينا كياكلوا البط البط كثير ياك واحسن حاجه هو تاكل بحال داك الراس ديالو كيديروه بحال اكله كليتي انت الراس ديالو لا كيقولوها اوكي كيقولوا انه انا بناتي راه بنينه هما واش غيتيقول الله يعلم انا لا كاين شي متابعين ما كيتيقوش عندهم الذكاء عاوتاني هما خارق هذه ديك التمر عاوتاني والله الا بحال التمر هذه راه ما يمكنش خلاص عبير بين شي عجينه شي عجينه وجامعين اخونا راه خدام ما كنسوقش لهادشي انا يعني كيفاش عندك هنايا في الطنو عندهم واحد البانكيك كيقادو من هو سميتو تاي كوكونات بانكيك كيصاوبوه بالكوكونات كيكون بهاد الطريقه هادي هو الديكور ديالو داير بحال الكوكيز ولكن كيكون معمر بالكوكونات وبالذره واقيلا بانوا لي فيه حبات ديال الذره واش نضربو ناخذو جوج لي بياس بخمسة صافي ناخذ جوج واخا قاماتنا هذيك الدريانه ولكن نكملوا خصنا نضربوا شي لعيبات ولكن هذه بعد على الاقل كتبان نقيه وكاين شي حوايج اخرين كيبانوا انتريستي انك تجربهم ولكن كيخلعوني انا بعدا وانا يلاه مدوز الحرب البارح في الليل شي حاجه دابا غادي ناخذ غا شي حوايج اللي باينين الو كان هاب تو What do you put inside? Coconut and coconut, corn, black sticky life flower, coconut milk, coconut sugar inside. Okay, good. هذيك اللعبة القوية ما سمعتيش شنو قال عليها؟ شنو هي؟ قال لي المهم قال لي كوكونات الذرة وكوكونات الحليب ديال الكوكونات وستيكي رايس. الروز معجن. بلاك ستيكي رايس. الروز قهوي معجن. شحال هاد الخير السيوس؟ 50 بعد تقريبا دولار و شي دولار ونص دولار ونص شي 15 درهم اوكي اوكي جرب اخي واعطينا الراي ديالك سخون هادشي بسم الله سخون هادشي هادشي سخون اخوت ولكن بسم الله اصلا داك في تشاينا تاون هما معروفين بالدراغون كتولي دراغون كيف جات ما حلواش بزاف عليها خديت اصغر قطعه مشيت الكبيره ديريكت زعما انا خديت الجمره صاحبي بحال كناكل الجمره مع الحراره ما غاديش كاع تعرف مازال الفليفر ديالها المهم ما فيها كوكونات ما حلوش بزاف ما حلوش بزاف فين ما داخل الكوكونات وكياخذوا فيها الكوكونات الروز والدراو وهي اللي طلبت سبايس اللي طلبت سويت ما حلوهاش بزاف ما حلوهاش بزاف كابون كاب ثانك يو باي واه شنو الخوت واحد الديكور لقيته دابا فكرني غير في الصيف في المغرب واش كتخرج شي سوق شعبي كتلقى فيه اجي اجي حنا كنقولوا هاد التخ هنا كنقولوا الاناناس في المنطقه جار بين مول الاناناس بغيت نوريكم هذا داك البتيخ اللي كي داك البتيخ شنو كتجيب اناناس راه خونا مشى غادي تبعوه عرفتي واحد البتيخ تيكون حلو بحال التويله ولكن طويل شنو كتقول اناناس اناناس صافي المهم حتى اناناس فكرني غير في المغرب
هذه حصلت لي سميتها الكاستناء. اوكي هذه كتسمى بالكاستناء. اي تشاينا طون مشيتي لهنا في اسيا غادي تلقى عندهم هاد الكاستناء هذه بحال وي بحال تقدر تسميه بحال بحال البلوط. بحال البلوط ما عرفتش الداريه صراحه ولكن البلوط حنا تكون طوين شويه هذه بحال البلوط تقريبا. تلقى كثيره هنايا كيقليوها تمايا كيبقاو يحركوها في داك الجمر بواحد الطريقه تقليديه وكتباع كثير هنايا. بالنسبه لهذا الشارع هذا واحد الشارع اللي طويل وغتلقاه فيه بزاف ديال المحلات. اشاش الا جيتي لبانكوك احسن حاجه انك تجي ليه في العشيه ودوز فيه العشيه ديالك وحتى الليل وسير فيه حالك حيت كاين بزاف الحوايج اللي تقدر تجرب بزاف الحوايج اللي تقدر تشوف. وفي المحيط ديال هذا الشارع هذا حيت هذا واحد الشارع طويل ممكن تجي هذه فاش حنا غادي كاين هاد الجدي فاش جينا. يعني واحد الشارع اللي طويل بزاف وعامر بالناس والمحلات. وإلا كنتي مهتم وكنتي وكانت هذه هي اول مره ديالك في بانكوك ولا في شي تشاينا تاون هنا في اسيا تقدر تشوف شي معابد صينيه كما قلت لكم قبيله. هو الفرق بين تشاينا تاون ديال هنا بانكوك وديال كي ال ان ديال كي ال ما فيهاش ماشي شارع ليها كبير وديال كي ال فيها غير دوك كيبيعوا فيهم غير الحوايج داكشي ديال الحوايج والسبيلات وهكا ما فيهاش بزاف الماكلة والثقافة اللي هي صينية فيها غير السلعة ديال الشينوا. كاينة تشاينا تاون فيها غير السلعة ديال الشينوا ما فيها الشناوة والماكلة ديالها. هنا كيف ما قلنا قبيلة كتحس انك تشاينا قلتي شي مدينة صينية وبهاد البلايك هادو اللي كبار كتحسها شي شارع في شي مدينة كبيرة في تشاينا. هادشي علاش حطوها في لا ليست الا كنتي جاي لبانكوك حطها في لا ليست. وحدة من احسن البلايص اللي غادوز فيها واحد الوقت زوين هنا في بانكوك كيف ما كتعرفوا انا الصينيين معروفين بالشاي. اصلا الصينيين هما واقيلا اللي اختاروا الشاي. كنت كنعقل واحد القصه سمعتها شحال هادي واحد الرجل الصيني كان مريض وكان حاط واحد طبصيل فيه الماء سخون وكان جالس تحت شي شجره واقيله وطاحت واحد الورقه من ديك الشجره وبقات في ذاك الوعاء ولا ذاك الطبصيل وشرب منه وبرا. صراحه ما عرفتش هاد القصه ما عمري سمعت فيها هذا. المهم قول لي شي واحد اللي سمع بهاد القصه هادي لا خبيت عليها بصح والله الا سامع بهاد القصه هذه. لا راه جد غريبه بحال كتقول لي نيوتن طاحت عليه التفاحه وخطر على ديك النظريه ديال النقطه الجاذبيه. وهذه القصه انا هاد القصه سامعها راه سيرين هذه شي 15 عام دابا ولا المهم قول لي القصه واش صحيحه ولا انا اللي اخترعتها ولا شي واحد اللي قالها لي هو اللي اختارها ما عرفتش سمعناها في المدرسه ولا المهم سمعتها في شي بلاصه معروفين بزاف. علاش الا جيتي لتشاينا تاون تلقى عندهم البراد بالاشكال والانواع بحال البراد ديال المغرب. البراد هذا بالفلتر هذا براد بالفلتر. قول لنا البارح شنو كيقولوا البراد هنايا طاجين. البارح في هذيك المنطقه فاش ساكنين مشينا عند واحد لقينا عندهم واحد الشاي وكيحطوه في واحد الطريق بحال ديال المغرب. قلنا ليه شنو كتسميو هذا قالوا لنا الطاجين. البراد كيسميوه بالطاجين ناقلين وناقلين داك الشيء معواج. هذه هي الطريقه باش كيطيبوا هذا البلوط هذا ولا الكستناء. وهذه ما غاديش تبقى تلقاها في شي اسواق تايلانديه ولكن تلقاها في المناطق ديال الصينيين وكثيره هنايا بزاف. هانتوما غادوز على بزاف ديال المحلات هنا كيبيعوها هذا نيت حتى هو كيبيعها ماشي ديك الرمله ولا بحال واحد بحال واحد الرمله كحله هي فاش كيطيبوها كتبقى تدور هاد الماكينه هادي حتى كتطبخ واحد المده لهم حتى كتطبخ هذيك الكستناء ولا البلوط. انا ما عرفتش سميتها بالفصحى الكستناء بالدارجه ما عرفتش البلوط ولا شي حاجه اخرى. بل واحد بحال هنا عندهم التمر وهادي التمر ماشي زعما شي منتج اخر. غنشوف غير منين جابوا هاد التمر هادي. This date from where? From where? This date. Can I check? Israel. Huh? Israel. Israel? Yes. Really? هادي التمر ديال فلسطين اخي. What is this? The taro aquavit. Tarot? Yes. هذا قرا لك اخي المستقبل ديالك. Yes. Aquavit. Okay. شوف اخي قرا على مستقبلك. قريت على مستقبلي بشحال هادي دابا كنعيش المستقبل. استغفر الله. هذا الخوت هذه كاينه حتى هي في الثقافه الصينيه. الى عقدتي مع الناس اللي متبعيني شحال هادي في ميلاكا في ماليزيا شفتوا معايا واحد الكوبل كانوا كيديروا واحد الحاجه بحال هادي وهذا الشيء كاين في الثقافه الصينيه. كيقرا لك الفنجان ولا الطالع ولا المهم كل واحد شنو كيسميها. المهم معتقدات صينيه حتى الى جات غير الصينيين كاع الاسيويين ولكن ديما كنلاحظها في تشاينا تاون ديما كنلقاهم بحال هكا.
المهم الا مشينا للصين ونتعمقوا اكثر في الثقافه ديالو. ايوا الخوت واحد المشكل ما كاينش غير في المغرب هنايا المخزن كيجي كيجمع شي طبالي ما عرفتش واش ما عندهمش الرخصه ولا ما كيخلصوش شي ضريبه في هذه الشريعه هذا ولا المهم كيجيو كيجمعوا لهم داكشي ديال بحال داكشي ديال المغرب. والحار الحار هذه حاجه مهمه ناخذوا شي حاجه عنده نجربوها. Hello, squid egg. What can I have one small? هذا كاتب هنايا فرايد سكويد ايغ. يعني هادشي اللي كيطيب هنايا البيض ديال الاخطبوط. هو انا حسب لي اللحم ديالو ولكن هو قال لك البيض ديالو. المهم كيقليو بهذه الطريقة هذه بهذا الزيت هذه كاين شي وحدين باش تردوا البال كيقليو بالزيت ديال الخنزير ولكن هادو واحد الزيت من اي حالة. ايكس واو ديال الاخطبوط عمرني توقعت غادي يكون بحال هكا. واو المهم هذا هو الديكور ديال هذا البيض ديال الاخطبوط. اجي تجرب البيض ديال الاخطبوط جرب اصاحبي شي مخلطه واقي خلط ما طالع اليوم غنعسو في السبيطار غازي. البيض ديال الاخطبوط صعيب مره واحده في العمر غنجرب. انا حساب ليا اللحم ديال الاخطبوط ولكن تقرا سوتو دابا قال لي البيض فرايد سكويد ليكس او كتيزي شويه ديال الحار وانا ما كناكلش الحار واغا شويه شوف هاد الجنب هادو راه ما فيهمش الحار دي غا وحده صاحبي غا شويه انا ما عنديش مشكل مع الحار ولكن الا كان بالقياس بالعقل بحال الحار ديال المغرب هنايا الدمار الشامل. نجربوا البيض ديال الاخطبوط بسم الله هلا كتاكل فيلي ديال الحوت الابيض والله الا بحال دابا تاكل داك اللحم البيض ديال الحوت داكشي اللي قلت لك والله الا نفس المذاق ولكن صاحبي الفكره باش تخلي دماغي هي انا هذا بيض البيض ديال الاخطبوط في شكل. بالنسبه للبيض ديال الاخطبوط هذه خدينا ب 70 تقريبا 20 درهم هادي صغيره 2 دولار 2 دولار بسم الله ما عقلتش قلت بسم الله في الاول. المهم بسم الله اول واخر اسيكولا زوين لا لا احسن حاجه جربتها عندنا في تشاينا تاون. كل ولا ناكلو هنا يا نيس نوريكم دابا كيفاش كيكون في الاول. هذا هو الشكل ديالها في الاول تكون بحال واحد العجينه عشان قلت لكم هادشي بشكل كيبقى حتى كيخلي حتى كيطيب شويه كيبقاو يقطعوا حتى كيولي واحد القطع اللي صغيره. هاد الحار هادو اللي كيحطوا هادو صدق مقلب الخوت في الاول ما كيكونش حار ولكن من بعد كل ما كزيد كتاكل وهي كزيد كتشعل فيك العافيه وكيطلق السم وحق الرب. واو غنبقى واش شنو دابا ما قدرتش نبروك يا صاحبي. وما الشيء اللي كان الخوت نسالكم الفيديو ماشي صوب الحار المهم حيت صافي سالات الجوله ديالنا هنايا بقينا كندور غير في نفس البلاصه. المهم عطيتكم فكره اجا اخ حيت بغينا نسالو الفيديو عطيناكم فكره على تشاينا تاون لواحد البلاصه اللي كتستحق دابا انت خي اول مره واش تنصح بها زوينه زوينه فيها واحد السوايع فيها فايبس زوينه يعني اتموسفير ستريت فود كاين بزاف الحوايج اللي جربهم بزاف د الحوايج
هما الشيء اللي كان كنتمنى يكون عجبكم وتسناو فيديوهات اخرين وتسناو الفيديو ديال التشالنج اللي قلنا راه مازال غادي نحطو لكم غا خصو شويه ديال الوقت هذاك وخصني نجمع عليه خصني نجمع عليه من دابا وما الشيء اللي كاين تهلاو اخويا نشوفكم فيديو جديد باي.